ولا مش تعملين رامي ابو نطره تخرب عايزين اعدام 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 وابين معاك وشوف توجد الدور يا ريت يا ريت علي معاهم عشان هم السبب في التصرف اللي احنا فيها خلاص كده وقلنا الموضوع فاضي كل صالح من عمل على البلد يا ريت يا ريت خد بالك بس اعطوهم ضمير شويه وحكم كويس والشده عشان هم النصايب دي وحماس تلم نفسها شويه تخرج من هنا اخرج من هنا خالص ما استهلوش الا بجنة احنا شعب شعب مذكور في القران ايه ربنا معانا يا ربنا حبيب يا سيسي وتحيا مصر وتحيا مصر تحيا مصر اسمي حسين سعيد اسماعيل وبلعب على المعاش المعاش وطبعا ماشي على قدي ومعايا ابني ثالثه ثانوي وفلوسي على قدي وربنا هو اللي معيشني وعايزين البلد تتعدل عايزين البلد تتعدل وعاوزين نلم نفسينا شويه الاخوان بهدلنا وخايف على ابني خايف على ابني ان انا اوديه اي حته اللي ما عنديش الا هو الوحيد اللي عندي خايف عليه ما عنديش الا هو واخد بالك وبعد كده بيروح اي حته وبخايف عليه يروح درس يروح بخاف عليه وماشي على قدي يا ريت يا رئيس الجمهوريه تلم اللي جوه السجن دول هم اللي عاملين قلق اللي جوه السجن دول عاملين قلق احنا مبهدلين احنا مبهدلين انت الشعب كله واقف معاك وبيحبك يا رئيس الجمهوريه وتحيا مصر. متوقعش ان امير قطر يحضر واحنا مش عايزينه يحضر ولا يجعله يحضر ولا عايزين من قطر حاجه لا لا افتكر ما يحضرش المفروض الدول العربيه يساعدوا مصر ويتفقوا على حل واحد لمشاكلهم